السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد في قناة ما وراء الطبيعة، والحلقة رقم 14 من برنامج الرعب الإذاعي الخاص بالقناة. ومعادنا مع قصة بعنوان الطريق المهجور. القصة حقيقية حدثت بالفعل، وأتمنى إنها تنال إعجابكم. وقصص الرعب أحيانا بتكون من تأليفي أو من تأليف المستمعين، وأحيان تانية بتكون حقيقية بنسبة 100%. واللي حابب يشاركني بقصة من تأليفه وما تكونش مقتبسة أو مزاعة قبل كده يكتب لي تم في التعليقات، وأنا هتواصل معه بنفسي. وياريت لو مش مشترك في القناة تشترك وتدعمني بلايك للفيديو وتفعل علامة الجرس ليصلك التنويهات بكل القصص الجديدة أول بأول. يلا نبدأ، يلا بينا. منذ عامين تقريبا كنت أقود سيارتي في طريق العودة من أحد التجمعات العائلية. كان الوقت متأخرا كثيرا، وكانت المسافة كبيرة تقريبا ساعتين بالسيارة. لم أرد أن أتحرك في الصباح، لأنه كان على العودة إلى العمل في اليوم التالي. كان معظم الطريق عبارة عن أشجار وشجيرات كثيفة. كل ما أرى على جانبي الطريق أشجار عملاقة وشجيرات كثيرة، هذه الأشجار العملاقة التي يمكن أن تراها في أفلام الرعب. على أي حال تبقى على المنزل حوالي 45 دقيقة من القيادة، وكنت قد بدأت في الشعور بالتعب الشديد. اعتقدت أنني فقدت الطريق الصحيح وأني في مكان مجهول. كنت أعرف أن الأمر لم يستمر طويلا وأني لابد وأن أصل إلى الطريق الصحيح. ما زاد من قلقي أنني لم أمر بأي مكان أشعر أني أعرفه ولا أستطيع أن أوقف السيارة وأنام في هذا المكان الموحش. بعد فترة أدركت أنني لم أجد أي مكان يمكن أن أوقف السيارة فيه، وأن تعبي ازداد كثيرا. فقررت أن أقوم بمغامرة لا أعرف نتائجها. قمت بالتوقف خلف بعض الشجيرات الكثيفة حتى أرتاح ولا تظهر سيارتي لأحد قد يفكر في الاعتداء علي أو سرقتي. آخر ما أتذكره أن الساعة كانت 11:22 مساء، ومن بعدها رحت في نوم عميق. بعد وقت طويل قليل استيقظت على صوت خربشات. نظرت إلى الساعة وكانت 11:50. توقف الصوت بعد عدة ثواني. كنت ما زلت أشعر بالتعب الشديد، فلم أشغل بالي بالنظر حول السيارة، وبكل بساطة رحت في النوم مجددا. بعد فترة استيقظت بسبب نفس الصوت الخربشات. كان الوقت حينها 12 بعد منتصف الليل وأربعون دقيقة. هذه المرة سيطر علي الشعور بالرعب الشديد، لأن الصوت لم يتوقف مثل المرة السابقة. كنت أعتقد أن هذا صوت أحد الحيوانات يتفقد السيارة، ولكن لماذا عاد من جديد؟ بعد ساعة واحدة من المرة السابقة نظرت في المرآة الجانبية بحذر، وتمكنت من أن ألمح شيئا ما. كان هذا الشيء يجري مسرعا ناحية الغابة. بدأت أشعر أن هذا الشيء ليس حيوان، بل قد يكون قاتل متسلسل. تذكرت القاتل الذي تحدثت عنه الأخبار منذ أيام بأنه بدأ بخربشات على السيارة وانتهى الأمر بقتل زوج ذبحا، حيث خرج يرى سبب الصوت ومن ثم قتل الزوجة. لم أرد في أن أفكر في هذا الاحتمال، وقررت أن أخرج من السيارة. فهناك على بعد 100 يارد محطة بنزين، وهناك سيارة مصفوفة على جانب الطريق، وكان باب السائق مفتوح. بدأت أتحرك ببطء لا أرى إذا ما كان هناك أحدا في السيارة. لم أجد أحدا في السيارة أو في أي مكان. عدت مجددا للسيارة، بدأت أنظر إلى المرايا ببطء، فأنا أشعر بالخوف ولا أستطيع النوم. كذلك أشعر بالتعب الشديد ولا أستطيع القيادة مجددا. كنت أتلفت حولي ولا أدري ماذا أفعل، حتى ظهر شخصا ما أمامي. كان مظهره غريب للغاية، بدأ يصرخ في وجهي ويوجه إلي حديث لم أفهم منه سوى أنت ماذا تفعل هنا. تحرك حالا، وبعد ثانية واحدة اختفى هذا الشخص ولم أرى مجددا. أدرت مفاتيح سيارتي وانطلقت في الطريق حتى منزلي بسرعة كبيرة. كنت أشعر أن كل خلية في جسدي ترتعش من مظهر هذا الشخص الغريب ومن صوته المرعب. منذ ذلك الحين قررت ألا أسير أبدا في طرق مهجورة ليلا، ولا أنام أبدا في السيارة بالقرب من الغابة.
لو عجبتكم القصة ياريت تدعموني بلايك للفيديو، وما تنسوش تفعلوا علامة الجرس وتشتركوا بقى في القناة عشان يوصلكم كل جديد من خلال الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.